السلام عليكم، وياكم المهندس أسامة أيمن من كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة الديقار. اليوم راح نتعلم كيفية تفعيل الإيميل الجامعي وكيفية الإعدادات، إضافة الصورة الشخصية وإضافة الاسم الرباعي باللغة العربية والتحويل الإيميل من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. بالبداية نفتح متصفح جوجل كلاس روم، نفس الخطوات سواء كان بالموبايل أو باللابتوب. هسه أنا فاتح من اللابتوب، نفس الخطوات بالموبايل. تسجيل دخول، أيقونة تسجيل دخول. هنا أنا أضافة حساب آخر أو استخدام حساب آخر. أحيانا تطلع أضافة حساب آخر بالموبايل، هنا استخدام حساب آخر نضغط عليه. هسه يقول لنا أدخل الحساب الجديد مالتنا، تسوي العملية ادخال. هذا الايميل الجامعي نقدر نحصل عليه من خلال القسم بالتنسيق مع وحدة التعليم الالكتروني بالكلية، يوفر لنا الايميلات الجامعية ويسهل لنا عملية الدخول الى جوجل كلاس روم. بالسابق كان جوجل كلاس روم فتحه بالجيميلات العادية، حاليا التعليمات الجديدة انفتحها بالإيميل الجامعي. هسه التالي إضافة كلمة السر. هسه انفتح الحساب، هذا الحساب، هاي الصورة، صورة الحساب الشخصي مالتي بالإيميل الجامعي. أضغط على الصورة الشخصية. هنا الإعدادات، إعدادات فتحة الصفحة الشخصية أو إعدادات الإيميل. نروح على ثالث خيار Data and Position، نضغط عليها وننزل إلى آخر القائمة، كلش على آخر القائمة. هنا Language معناتها اللغة، حاليا اللغة الإنجليزية، إحنا نريد نحولها للغة العربية. نضغط على Language. هنا سيقول لنا اللغة الإنجليزية فقط هي الموجودة، نسوي له إضافة لغة، Add another language، إضافة. نكتب هنا مباشرة بالبحث العربية، طلعت لنا هنا اللغة العربية. من يا لغة من اللغة العربية تريد، نقول لها العراقية. Select. هسه ظهرت لنا اللغة العربية، اللغة العراقية. هذا السهم راح يغير اللغة من إنجليزية إلى عربية، مجرد ضغط عليه. هسه ضغطنا عليه، هسه رأسا تحولت إلى اللغة العربية، إعدادات الإيميل. هسه راح نطلع ونرجع من مرة ثانية، نضغط على الصورة، نضغط على الإعدادات الإيميل. تلاحظون هسه تحولت رأسا إلى اللغة العربية. هاي الصفحة الشخصية، المعلومات الشخصية، بيانات التشخيص. من بيانات التشخيص نزل إلى الآخر، هاي اللغة نقدر نحولها إلى إنجليزية أو نبقيها إلى اللغة العربية. هسه نروح على المعلومات الشخصية. نقدر من خلال المعلومات الشخصية، الخيار الأول تغيير الصورة الشخصية. إذا كنت ما مخلي صورة، تقدر تخلي الصورة الشخصية صورة الطالب أو الأستاذ. هسه نضغط عليها، اختيار صورة من جهاز الكمبيوتر. راح أنا أخلي صورة جديدة حتى تكون مثال واضح. هسه نحمل الصورة، تسوي إعدادات، تكبرها، تصغرها، بكيف بعد المستخدم. تعيين صورة شخصية، هسه تصير هاي صورة الإيميل الشخصية. مثل ما تلاحظون صارت صورة الإيميل الشخصية. الاسم إذا أريد نغيره، هسه اسمي بالعربي كان بالإنجليزي، خليته بالعربي. مجرد ما نضغط على السهم، هسه راح يقول لنا سجل دخول بالبريد، بالعفو، الرقم السري حتى يكون للأمان، الرقم السري. مجرد ما نسجل دخول، هذا نقدر نسميه بالعربي أو بالإنجليزي. هسه أسامة أيمن باسم العائلة عبد الغني، نعطيه حفظ، يتحول إلى اللغة العربية.
أنتم تلقونه باللغة الإنجليزية، مجرد ما تسوون هالخطوات راح يرجع للغة العربية. هنا تحديد الجنس ذكر أو أنثى، كلمة مرور نقدر من خلالها غير كلمة مرور خاصة بنا. هنا البريد الإلكتروني والهاتف نقدر نأكد برقم التلفون، راح نسجل رقم التلفون، تجينا رسالة على الخط مالتنا، نضيف الكود هنا نضيف الكود بخانة كود تطلع لنا، راح يكون مؤكد برقم هاتف أو إيميل ثاني، أم تجيك رسالة على البريد الوارد راح يتأكد الحساب إيميل ثاني وبرقم تلفون، حتى أخاف يوم من الأيام ننسى الرقم السري أو بخطأ نقدر نسترجع الإيميل من خلال الإيميل الإلكتروني أو الرقم الهاتف. هسه لحد هاي الإعدادات كافية بالنسبة للطالب. أولا الصورة الشخصية، الاسم الرباعي، والتأكيد بالإيميل برقم هاتف أو إيميل. هاي هسه طلبة القسم من عندنا. هسه نرجع دخول إلى جوجل كلاس روم. جوجل كلاس روم، مجرد ما نضغط على جوجل كلاس روم إدارة التدريس والتعلم انتقال إلى التطبيق. هسه راح نفتح لنا الجوجل كلاس روم العادي اللي تعودنا عليه بالسنة الماضية من خلال الجيميل العادي. بس اكو ملاحظة، اذا الاستاذ فتح الصف بالايميل الجامعي ما يقدر اي طالب يدخل للصف الا يمتلك ايميل جامعي. هسه حاليا حسابي حساب استاذ، لما اضغط علامة الزائد يقول لي الانضمام الى صف وانشاء صف. هاي انا ايميل استاذ، الطالب ما يطلع عند الانضمام لانشاء صف، بس الانضمام الى صف، لان هو مخصص بس للانضمام الى الصفوف الالكترونية الخاصة بالتدريسين. هسه راح اسوي مثال الانضمام الى صف، يعني كان طالب، يعني نفس الخطوات الطالب يقدر يتبعها، فقط ما يقدر ينشأ صف. هسه الانضمام الى صف راح ادي كود صف احدى المراحل، راح يكون مثال هذا الرمز، نقول له الانضمام. يبدو ان الرمز صحيح، ولكن لا يمكن حسابك الوصول الى هذا الصف، عليك تبديل الحساب الصحيح. هسه حاليا يقول ما تقدر تدخل الى هذا الصف لان ايميل، هذا الايميل الجامعي مالتي. هذا الايميل القديم مو الخاص بالايميلات الجامعية، يعني الرمز الصف ما خاص بالايميلات الجامعية، لازم يكون عندي صف خاص بالايميل الجامعي اقدر ادخل له. انا كاستاذ هسه اقدر انشا صف نفس الخطوات مال انشاء الصف اللي تعلمناها في السابق، وك يعني عادي نقدر ننشئ صف ونعطي الكود مالته للطلبة ويكون ينضمون إلى الصف. هسه تعلمنا شلون نفعل الإيميل الإلكتروني، شلون نقدر نغير الباسورد، شلون نقدر نغير الصورة الشخصية والاسم الرباعي واللغة من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس من الإنجليزية والعربية. خطوات سريعة وسهلة، إن شاء الله كلنا تعلمناها سوية. شكرا لكم.